حول الموضوع تنضم لنا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتورة ميرفت العماري الاستشارية النفسية. أهلا بك معنا دكتورة ميرفت. كما تابعتي معنا التقرير دكتورة، ظاهرة التحرش الجنسي ضد الأطفال حول العالم في تزايد، هذا شيء مؤسف جدا بحسب الأرقام التي سمعنا عنها قبل قليل في التقرير، لكن لماذا هذه النسب في تزايد مستمر؟ أين يكمن الخلل بالتحديد دكتورة؟ مساء الخير. الخلل يكمن في معلومات ناقصة لدى الأهالي. لازم يبقى في معلومات الأطفال بياخدوها من صغرهم عن الحماية. المعلومات دي مهمة جدا، حتى ما يقعش في حاجة اسمها معلومة صفراء. يعني الأطفال بيبقى محتاجين معلومات، المعلومات دي لازم نوجهها للأطفال، أمهات تقوم بيها أو المربيين أو الأب الأخ الأكبر، علشان يبقى في أمان في نقل المعلومة. إن يعني في معلومة صفراء وفي معلومة كويسة. معلومة صفراء الأطفال بيسعوا عنها، بيعرفوا من زميلهم، من حد كبير، من كتاب مش كويس، فده الخطورة كده. لكن المعلومة وكمان طريقة إلقاء المعلومة مهم جدا، ما يبقاش أخوف الأطفال وكأن هو نفسه متهم إنه عمل كده، حتى لو هو لسه بعلمه. نعم. لا، انا بعلمه بامان واديله المعلومه بشكل صادق كده. طيب وهادي دكتور، المعلومه توصل مثلاً للاطفال بتغير وجهه اعطيني نظرهم. امثله دكتوره، مثلا الام كيف يمكن ان توعي ابنها الصغير، طفل صغير يعني عمره لم يتجاوز 5 سنوات، هي مثلا كيف هي يمكن ان بتغير توعي له. الصبي او الفتاه؟ ايوه، من خلال ماذا؟ اعطيني امثله. اي يعني ما ينفع، في هي مثلا بتغير له الهدوم بتاعته، بتحميه، بتقول له دايما في خصوصيه، انا بس اللي اقدر اعمل لك دوت، ما ينفعش حد غريب، ما ينفعش حتى اخوك، انا اللي اقول له، لان دي حاجه اسمها، دي مناطق خاصه ما حدش يطلع عليها، دي في حاجه اسمها خصوصيه. قول الكلام ده وانا هاديه، ما اقولوش بطريقه تحس ان انا برعبه، لان كمان كل الناس بتمشي تلبس هدوم، ما ينفعش. زي ما اكون انا حاجه القطه وهي ماشيه بتبقى ليها ديل مغطيه الاجزاء الخاصه بتاعتها، احنا كمان بنلبس هدوم علشان نغطي الحته دي، عشان هو عيب. العيب بيخلي بالراحه كده، يخليه يحس ان المنطقه دي خاصه جدا، لكن ما رعبوش. الرعب هيخليه خايف من كل المكان ده، ومعلوماته تبقى خطيره على المنطقه دي، وممكن يعرض نفسه لمشاكل. ولو انا سالته حد عملك كده في المدرسه حاجه، اقولها بطريقه هاديه جدا، ولو جه حكى لي هو يحكي لي هو امن، ما خوفوش، اقول له اصل انت قليل الادب، انت بتروح تلعب مع الولاد الوحشين. لا، خطر خالص، لازم اديله المعلومه وهديه وطبطب عليه، حتى لو حصل له حاجه زي كده وانا بسمع منه بالراحه، مش وكيل نيابه، بحبه وطبطب عليه، وان انت كل حاجه ممكن تتحل، ولازم اكشف عليه واديه لدكتور علشان لو في حصل عدوى. طيب العلامات، كل ده مهم، العلامات التي وانا بعمله وانا هاديه. دكتوره، العلامات التي تدل بان الطفل ايوه، قد في تعرض علامات، للتحرش. في علامات سلوكيه وفي علامات جسديه. علامات جسديه ممكن تلاقي، يعني لما يجي يعمل حمام البراز، هتلاقيه البراز لو حصل له تحرش وحصل دخول حاجه غريبه في الولد في فتحه الشرج، هتلاقي البراز بقى حجمه اكبر من العادي، دي علامه مهمه جدا ان الام تاخد بالها منها. تاني حاجه، ممكن بيبتدي يهرش في المكان، حاسس بألم، مش مستحمل الهدوم الداخليه اللي هو كان العادي بيلبسها، حاسس بهرش جامد جدا، حاسس طول الوقت يروح يقعد على جنب كده ويقعد يعمل يهرش في المكان، وحاسس بحكه، وهو بعد شويه ممكن يحس بلذه لو عمل الحكايه دي. ان هو غضبان طول الوقت، عنيف، ما كانش ده سلوكه، بقى يخاف من الاغراب، ما بيش عايز حد يبوسه، مش عايز حد يتعامل معاه. في مشكله في النوم، اضطراب النوم، ما بينامش كويس، خوف طول الوقت، فزع، يعني كابوس ليلي ممكن يحصل له، عنده قلق شديد، سلوكه العام كله متغير، اكله متغير، كل حاجه فيه مش هو. بالاستماع بقى للاسئله طيب في حال بطريقه كده مثلا ناعمه. دكتوره، في حال وقوع ذلك كيف يمكن التعامل مع الطفل المتعرض للتحرش الجنسي؟ نفسيا كيف يمكن مساعدته على العلاج؟ أول خطوة الأم مثلا، ما أول خطوة يجب عليها أن تقوم بها؟ أول خطوة إن هي تطمنه وتسمع منه باهتمام جدا، ومش كل شوية تقول له احكي لي واحكي لعمه واحكي لماما واحكي لخالته لا لا، خطر جدا. التكرار ده هيثبت الفكرة، إحنا عايزينه أصلا ينسى اللي حصل، ونطبطب عليه وإن ده حصل وأنا هاخد لك حقك. ولو هو شاور لي على فلان اللي عمل كده، لازم اروح وهو يبقى شايف ان انا بتكلم معاه وباخد له حقه، ابقى عنيفه مع الشخص لكن هو لا، اطبطب على الولد طول الوقت وانا عارفه ان انت كويس، انت حبيبي وبحبك مهما حصل. يعني دايما تطمينات تطمينات طول الوقت، وان انا بوديه للدكتور عشان اطمن عليه، مش عشان انا شاكه فيه، مش عشان هو مش كويس، فاهماني؟ طيب التوعيه انا من اي دايما عمر بثق فيه يجب ان تبدا؟ وبديله مع نعلم بان هؤلاء المتحرشين لا يفرقون ما بين عمر من او اخر. اول ما يبتدي ينتبه تكلم. من حضرتك، أول في ما أطفال يبتدي يتكلم بتتحرش بيها وهي بيبيهات بترضع، دكتورة عفوا، يعني أصل قلتي التحرش من أول حتى من ماذا؟ هم أطفال بيبيهات. نعم، قلتي من أول ما يبتدي في ناس يتكلم. يعني عندها مرض نفسي
انا بتكلم عن المعلومات من اول ما يبتدي يفهمني، لكن انا ابقى واخده بالي منه حتى ما ادهوش لحد غريب وهو بيرضع صغير، ما ينفعش اديه لحد غريب ان هو انا مش واثقه منه، حد راكب مواصلات خد شيل البيبي ده، فممكن يعمل فيه حاجه مش كويسه، فاهماني؟ انا ابقى واخده بالي في الفتره اللي لسه هو مش قادر يحافظ على نفسه. كل ما يكبر شويه بديله معلومات مناسبه لسنه، كل ما كانت المعلومات بسيطه ومناسبه لسنه وفيها تطمين ده بيبقى كويس جدا. وفكره ان يبقى فيه خصوصيه لجسمي، جسمي كله مش بس المنطقه الجنسيه، جسمي كله ما حدش يلمسه. يلمسه ليه؟ لان في حاجه اسمها لمسه جيده ولمسه سيئه، انا اعلمه يتعلم ازاي في حد بس بوسه كده مش مريحه، انا فهمه في البيت ادربه اقول له الطريقه دي في البوس ما تعجبكش، قول لا ارفضها وما تخافش. احنا دايما نقول للولاد بوس ده سلم على ده ونخصب عليه، ده مش كلام مش كويس، في طفل مش عايز هو حر، فاهماني ازاي؟ لكن ما نغصبوش ان في حد هو حاسس ان لمسته مضايقاه بس مش قادر يعبر عنها، يبقى بقى امسك الولد اقول له لازم بالعافيه تعمل كده، طب خلاص هيضطر يوافق على حاجات تانية من الشخص الغريب، ما هي ماما قالت بقى روح اعمل ما فيش مشكله سمحت لي بده. نعم اشكرك جزيلا. هي ده الخطر، يبقى المعلومات بتخلي الولد حاسس انه قوي جدا. شكرا لك دكتوره ميرفت العماري استشاريه نفسيه، كنت معنا عبر اقمار صناعيه من القاهره.